هذا وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية رغم جهود الوساطة الدولية، وحول مسارات هذه الحرب وعجز طرفي النزاع عن حسم المعارك لصالحه، نتابع من كييف توضيحات عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. التقارب بين الجانبين وعدم وجود وساطة يعني استطاعت أن توصل الطرفين للحفاظ على مسار موازي للحرب والتفاوض، لا أجد أي انقسام واضح قوي مباشر في الجانب الأوروبي، بمعنى أن القيادات تصدر قرارات قطعية بتصويت البرلمان أو بقرارات سيادية للرؤساء هذه الدول بمنع أو إضعاف أو تقليل الدعم. نعم كل العالم ليس فقط أوروبا متضرر من هذه الحرب، وروسيا متضررة، والمتضرر الأكبر أوكرانيا، ولكن أوكرانيا وهي المعنية بالسلام وبإنهاء هذه الحرب هي الآن ليست يعني لم تترك لها روسيا أي خيار. لماذا؟ لأن إذا قبلت في الأمر الواقع يعني أنها ستتخلى عن 20% من مساحة أراضيها، وهذا الأمر ليس قرار للرئيس أو لوزير الدفاع ليتخذه، هذا قرار لابد أن يحصل فيه استفتاء كامل من الشعب الأوكراني، وبالتالي هذا الأمر شبه مستحيل، ويعني ذلك أن أوكرانيا ماضية في استكمال تواصلها مع شركائها وإطلاعهم على وقائع الأمور.